طيب بيحضرنا الآن كابتن ناصر عباس للحديث عن حالة تحكيمية في الشوط الأول. منورنا كابتن. تحدي كابتن أيمن، تحدي كل مشاهدي قناة الأهلي، تحدي نجوم الكبار كابتن شريف، كابتن أسامة، كابتن عادل، كابتن بلال. نور كابتن. كابتن أيمن، حتى لو الدنيا مقفولة مفيش أجوان، أنا كحكم ماليش أي علاقة بالمباراة غير إن أنا أحسب المخالفات. أنا عندي في دقيقة 12 صفر على مخالفة بعد مخالفة، اللي هو الفاول اللي حسبه على ياسر اللي هو حاط رجليه، في مخالفة تسبق قبلها لعبة ياسر. بقول ركلة جزاء صحيحة كابتن أيمن حسين بدون مجاملة على وينبا اللي هو رقم اللي هو اللاعب الكابتن، الكرة بتيجي من حارس لإيديه المفرودة وركلة جزاء مفيش فيها كلام، اللي هم اعترضوا عليها الأهلي، أنا معايا حتى الصورة هنا لو معايا الماتيريال، ركلة الجزاء مفيش فيها كلام. ودي مشكلة الفار يا كابتن أيمن، احنا قلنا صح لو الفار موجود لابد يجيب الحكم. الايد مش وضع طبيعي، الايد مكبره الجسم، الكره جايه من الحارس، بس هنا الايد يا كابتن دي لو الفار موجود ركله جزاء مفيش فيها كلام. يعني اعرف لو كان اللاعب دوت لعب الكره يا كابتن، لعبها وجت في ايديه هقول لك ماشي ما تحسبش، ولكن هي الكره بتيجي من ايد من الحارس لايديه المفروده اللي هي خارجه واخده حيز من الجسم، ركله جزاء في الدقيقه 12. طب حسين الشحات يا كابتن، نعم المراوغه بتاع حسين الشحات اللي عطلوا فيها هو بقى في الجون، يعني دي كان شايف هنقول في تنافس فيها في تنافس، ولكن دي ما فيش فيها فصال كابتن ايمن صحيح. دي ما فيش فيها فصال، دي لو الفار موجود ركله جزاء صحيحه لم تحتسب في الدقيقه 12 يا كابتن ايمن. انا بقول النهارده الفار مش موجود، الحكم الكيني وابويرو كماكو يحرم الاهلي من ركله جزاء صحيحه في الدقيقه 12. ده انا بقول الكلام ده، وركله الجزاء ما فيش فيها اجتهاد، لكن الايد طالعه الكره بتيجي من الحارس لايد اللاعب المدافع، ما فيش فيها اجتهاد، هو ما شافهاش على فكره. ايوه لان هو حسب المخالفه اللي بعد كده اللي هي ايه مظبوط، اللي هي كانت ياسر ابراهيم اللي هو عمل بريم فيها مخالفه صحيح. للاسف الشديد، واحنا قلنا الكلام ده، عدم وجود الفار في الادوار ممكن يعمل مشاكل كابتن فايز. صحيح اشكرك. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا جزيلا. طيب